L'exemple l'aول c'est de Mohamed et Zineb se bagarrent avec violence. Yani bagarre, yani qui débzon, bref. Dites ce que vous pensez de ce comportement. يعني قول لينا شنو كيبان لك شنو كتظن في هذا لو كومبورتمون في هذا السلوك. بعد المره كيعطيك يعني واش نتايا اتفو داكور وتعطيني دي زارغيمون يعني كيقول كتعطيني دو زارغيمون ولا تخوا ولا ان ولا يعني جوستيفي هنا بطريقه اخرى يعني طريقه السؤال ان قال لك شنو كيبان لك في هذا لو كومبورتمون. قدرت انك تقول ان هذا لو كومبورتمون مثلا مزيان انهم يدابزو خصك تجوستيفي قلتي لا ما خصهمش يدابزو خصك تجوستيفي يعني بالطريقه اللي خدمتي بها ولا بهذه الطريقه ليكزومبل اللي عطيتكم جو كخوا كو سو كومبورتمون اي اسي كورون شي لي زونفون. يعني هاد لو كومبورتمون هذا يعني متداول عند الاطفال يعني عادي انهم يدابزو دو ساتاج اللي فهاد السن هو هي عندها 7 سنين وهو عنده 6 سنين يعني 7 سنين و6 سنين هاد السن هذا عادي انهم يدابزو دونك ديف لو بوان دو في ديالك اللي كتهضر اي دون سو كا بريسي وفهاد الحاله بريسي سي محمد اي سي فيولون يعني عنيف بزاف كار يل ديتيست زينب وكحيت كيكره زينب. يعني نتوما كيف ما عارفين في الاول القصه انه ما كيحملش زينب. دوزيام اكزامبل لا مير دو ناراتور بونس كو سو سون لي براسلي انا باش البراسلي باش الفلوس طاحت له في السوق وقالت له ان هاد البراسلي هادو هما اللي جابوا لنا هاد لو مالور هذا بسببهم طاحت لك الفلوس. دابا انا السؤال مثلا في حاله ما عطاوكم داك الشابيتر ولا شي اكستريم منه كيقول لك لو ناراتور لا مير دو ناراتور بونس كو سو سون لي براسلي كي سون تا لوريجين دي مالور اللي هما يعني الاصل ديال هاد لو مالور دو لا فامي اللي ان الاب طاحت الفلوس وغادي يمشيو ات فو داكور افيك ال يعني واش انت متفق معاها ان البراسلي هما اللي جابوا هاد لو مالور. جوستيفي فوتر بوين بار اون او دو فراز جوستيفي فوتر اوبينيون بلوتو جوستيفي فوتر اوبينيون يعني وجهة النظر ديالك بار اون او دو فراز يعني بون فراز وحده ولا جوج ديال لي فراز يعني كيحدد لك خصك تحترم السؤال اللي عطاك وشحال من فراز غتكتب. نون جو نو سوي با داكور انا يعني جو نو سوي با داكور انا ماشي متفق ان البراسلي هما السبب وكنعطي لي زارغيمون كار لي مالور يعني هو ملي كيقول لك نتايا ايت فو داكور تجاوبي يعني جو سوي داكور ولا جو نو سوي با داكور يعني هذا هو الجواب ديالها. Car les malheurs de la famille n'ont aucune relation avec le mauvais œil. يعني le mauvais œil يعني هاد المالور الحزن والالم ديال العائله تشيترا ما عنده حتى علاقه يعني بهاد البراس لان ولا بهاد عينوه ونظره خايبه سو لا بروف كو لا مير وهادشي كيبين ان الام يعني ملي كتقول الهضره كيبين كو لا مير دو ناراتور ايت اون فام سوبرستيسيوز يعني مشعوذه يعني عندها علاقه بالشعوذه وكتمشي لداك الاضريحه يعني هي ديما هي ما عندها شي حاجه راه قضاء وقدر ولا هادشي مكتاب ولا ظروف. كي كخوا ا دي بويسونس اوكولت يعني كتامن بداك القدرات اوكولت خفيه يعني شي حاجه ديال شي حاجه السحر يعني كتامن بهذا الشيء. اكزامبل 3 بونسيفو كو لو بير دو ناراتور a raison de discuter ses problèmes. يعني واش كتظن يعني كتظن ان لو بير دو ناراتور عنده الحق دو ديسكوتي سي بروبليم كيناقش المشاكل دارجون افيك سا فامي يعني كيناقش المواضيع هذا الموضوع الفلوس مع المرا ديالو واش يعني هو raison واش عنده الحق. جوستيفي بريفمون فوت ريبونس يعني جوستيفي بريفمون يعني بريف باختصار طيب دونك ما حددلكش بالطريقه هذه ما حددلكش واش دو زارغومون ولا تخوا ولا انا بريفمون تقدر انت تكتب بريف يعني تكتب جوج تكتب ثلاثه المهم ما تكتبش بزاف. Oui, je pense que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent. Et nous, qui vous pensez-vous que le père du narrateur a raison? Ça me dit que tu as dit que tu as dit que oui, je pense que le père a dit que la phrase complète est faite à ce elle, c'est dire ce elle, ouais, tu as donné le jawab ديالك. Mais je ne sais pas dire oui ou écrire. Et oui, on a fait les choses que tu as dit. Oui, je pense que le père du narrateur a raison de discuter ses problèmes d'argent avec sa femme. Car c'est un argument, un vrai couple et qui se respecte ou un couple haqiqi ou un qui ihtaram doit en toute transparence mettre tous les problèmes يعني بشفافيه خصو يوضع كاع المشاكل سور لا طابل بويسك شاكان ان رول ا جوي حيت كل واحد في هذا الكوبل هذا يعني المراه والراجل عنده دور كيلعبوه في هذه العلاقه دون لا جيستيون يعني في التدبير ديال الفوايي يعني المنزل اي ليديكاسيون دي زونفون
التربية ديال الأطفال، يعني كل واحد عنده دور، إذا هما عندهم واحد الحاجة مشتركة وأي مشكل خصهم يناقشوه بجوج. ليكزامبل 4، لي فيتمون تراديسيونيل اونتيل انكور لور بلاس دون لو ماروك دوجوردي. واش هاد لي فيتمون تراديسيونيل قدام يعني تقليديين ماشي مودرن، واش مازال عندهم بلاصتهم دابا في لو ماروك اجوردي؟ يعني باقيين كنلبسوا هاد اللبس هذا؟ جوستيفي فوت ريبونس، وانا على حسب شنو نعطيك جوستيفي فوت ريبونس، اما هكا بوحده اما بلي زارغمون. وي لي فيتمون تراديسيونيل اون توجور لور بلاص دون لو ماروك، يعني كنعاود هاد لا فراز كامله دوجوردي كار، وعاد كنقول عاد كنعطي لارغمون ديالي كار كار لي فيت نو دون لوكازيون دو سوفغاردي سيت اسبي دو نوتر ايدونتيتي. انا خصنا اننا عندهم مازال بلاصتهم، علاش؟ حيت الحفلات هي اللي كتعطينا مازال كتعطينا المناسبه لوكازيون دو سوفغاردي اننا نحتفظوا بهاد لاسبي دو نوتر ايدونتيتي، يعني هاد الجزء هذا من ليدونتيتي الهويه ديالنا اللي هي هاد اللباس التقليدي اللي كنلبسوه في المغرب. اكزامبل 5، بوركوا دواتون اتر ريكونيسون انفير نو زونسينيون. يعني هنا انا كنعطيكم غير اكزامبل وكل واحد والافكار ديالو، يعني هذه مجرد الفكره ديالي، ولكن كل واحد ممكن يكتب اي حاجه، يعني كاين اللي يكون عنده بزاف ديال لي زارغيمون على واحد الموضوع. يعني بوركوا اون دواتون اتر، علاش خصنا نكونوا ريكونيسون، يعني معترفين ولا شاكرين يعني الجميل ديال الاستاذ اونفير نو زونسينيون، يعني خصنا ماشي نكونوا ناكرين الجميل ديال الاستاذ، يعني علاش خصنا نكونوا بوركوا اون، يعني سؤال فيه بوركوا on doit être، يعني نقولوا on doit être reconnaissant envers nos enseignants، نعاودوا هذه الفراز كامله pour faciliter، يعني اننا باش تنسهلوا الى لا طاش دو لونسينيون، نسا يعني كتساعدوا، يعني كتعترف بالجميل ديالو وما كديرش ما كتبرزطوش، المهم على بزاف ديال الحاجات تساعدوا لا طاش دو لونسينيون اي كوندويرا، حيت هادشي كامل هذا يعني علاش خصنا نكونوا شاكرين، نس تكون انت في لا كلاس يعني راه كيقريك وكيدير واحد المجهود، انت خصك تعطيه واحد يعني الدور ديالك انك تكون ساكت محترم الاستاذ، دونك هادشي كامل كي 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 فاسيليتي يعني كيساعدوا اي كوندويرا على ريوسيت دو تو لي زيلاف، يعني وكيدي للنجاح ديال جميع التلاميذ. L'autre exemple, que préférez-vous, le marchandage ou le préfixe? Justifiez votre réponse en deux lignes. Le marchandage, يعني المساوم كتبقى تساوم على الثمن ولا على الثمن، و لو بريفيكس ولا يكون ماشي كل حاجه والثمن ديالها يكون واحد الثمن فيكس في كل حاجه انت عارفها، يعني كل حاجه والثمن ديالها المفاوضه وكتبقى تفاوض معاها بشحال هذه وخلي هذه، ولا يكون واحد الثمن فيكس ما عندك ما تشطر فيه. Pour moi, je préfère. Ou mais qui sont que préférez-vous? Je vous donne la réponse. Pour moi, je préfère le prix fixe. Donc le واحد شنو كتب؟ كنفضل الثمن fixe. Premièrement, pour éviter la question de prix. اولا علاش كيعجبني fixe باش نتفادى هذاك الثمن بعدا ديال لو prix à chaque fois. يعني كل مره كتسوي بشحال هذه وهذه بشحال، يعني كل حاجه راه fixe صافي انت راك عارف الثمن. Et la négociation. والمفاوضات يعني وكتشطر معاه وخلي هادي بهادي وخلي هادي بهادي، كتكون عارف الثمن ديال كل حاجه مكتوبه فيه. اي سي جي لا كاباسيتي داشوتي او نو، يعني ومني كتشوف الثمن فيكس واش عندك سي جي لا كاباسيتي، واش عندك القدره انك تشري داكشي بداك الثمن ولا لا، يعني باش تتفادى الاحراج. لوتر اكزامبل، لاريفي دو ميساج شي لاله زبيده. بالنسبه في الشابيتر اللي الاب مشى ومشى باش مشى لي زونفيرون دو فاس، يعني باش يخدم وما عرفوا عارفين عليه حتى شي حاجه، وباش هي كانت الام كتستعد انها تخرج، كان لو ناراتور قال يعني هما يخرجوا كون كيلكان فرابا على بورت، واحد دق هذه عندنا في الاخر شابيتر 10. جا عندهم ميساجي هذاك اللي عطاهم معلومات على سميتو لو بير دو ناراتور معلم عبسلام. دونك هنا لاغيفي دو ميساج شي لاله زبيده، بونسي فو كو سيت ايفينمون، ان هذا الحدث هذا في هذاك الباساج اي امبورطون دون لا بوتا ميرفي، واش هذا الحدث هذا اي امبورطون دون لا بوتا ميرفي. دونك هنا وي سي ان ايفينمون امبورطون دون لوفر، هو مهم في لوفر، علاش؟ كار إل مارك لو بروميي كونتاكت دو بير افيك سا فامي، حيت هذا أول تواصل ما بين الأب والعائلة ديالو، من اللي مشى ما عارفين عليه حتى معلومة، وهاد لو ميساج باش جا عندهم عطاهم هاد المعلومة، يعني راه واحد الحدث مهم أنهم عرفوا عليه معلومات، وجا عطاهم بروفيزيون تقضية والفلوس، أبخي سون ديبار أترافيغ أن ميساج، يعني هذا هو الكونتاكت
من بعد الديبار ديالو باش مشى اترافير ان ميساجي. اكزومبل 8 souvent dans notre société les enfants sont négligés lors des cérémonies. ان لي زونفو ديما في المجتمع ديالنا الدراري الصغار ملي كتكون شي سيريموني حفله ولا شي حاجه كيكونوا نيجليجي مهملين يعني ولاديهم هاملينهم. كون بونسيفو اش بان لكم يعني فهاد لاكت هذا اكسبريمي فوتر بوين دو في اون دو فراز يعني دو فراز دو ارغومون يعني شنو بان لك انت في هاد دو فراز يعني ما قالش ارغومون عطاني انت لو بوين دو في ديالك في دو فراز. Je pense que les parents commettent une grave erreur. En menant les enfants avec eux, au lieu de les laisser à la maison. Avec un membre, surtout lorsque la fête est organisée la nuit. L'autre exemple, à la lumière de votre lecture de l'œuvre, en quoi peut-on dire que ce récit est celui de l'apprentissage de la vie. L'apprentissage qui est le haït, c'est le haït, D'après ma lecture de l'œuvre, à la lumière, la boîte à merveille, à la lumière de votre lecture, d'après ma lecture, la boîte à merveille, je peux dire que ce récit est celui de l'apprentissage, car il nous raconte l'expérience vécue, à travers laquelle on peut bénéficier. من خلال نقدروا نستافدوا يعني من التجربه هذه اي تيغي دو لوسون ناخذوا منها عبار ولا حكم. يعني انت كيبقى لك تكتب اللي بغيتي. هذا غير اكزامبل ديالي وانت ممكن تكتب علاش هذا هو ديال لابرونتيساج وانه كيعلمك وكتقول كيعلمنا حيت كيعطيني اكزامبل من شي قصه تعشت ايتترا. اكزامبل 10 ايمي فو الي او بان مور. واش كيعجبك تمشي لو بان مور الحمام كون فو زيتي اونفون ملي كنتي صغير طفل. Justifiez votre réponse par deux arguments. Oui, j'aime bien aller au bain mort. Le واحد يكتب واش كيبغي وما كيبغيش على حسب شنو نتا وقلتي وي تقول pourquoi. Oui, j'aime bien aller au bain mort quand j'étais enfant car je trouve cela comme une ambiance et je jouais avec les petits filles dans l'eau. يعني حيت كنتكلم مع البنات الصغار في الماء وكيبان لي هذا بحال امبيونس وكتبدل فيه الجو كل واحد يكتب علاش كيعجبو يمشي للحمام. Pensez-vous que le rôle du père est important dans la famille? Justifiez votre réponse. Waش كتظن ان الدور ديال الاب مهم بزاف في العائله؟ Justifiez votre réponse. قولي يعني واش الدور ديال الاب مهم ولا ماشي مهم. كان مهم تعطيني لا جوستيفيكاسيون. ما كانش مهم تقول نو ولا جوستيفيكاسيون. Donc oui, le rôle du père est très important dans la famille. كتعاود السؤال بالطريقه هذه عاد تقول كار il représente كيمثل au sein de sa famille في la famille ديالو l'assurance الامان et la paix السلم la force القوه. ممكن تكتبوا اي حاجه يعني علاش الدور ديال الاب مهم. ومن قال لك argument خصك تحترم يعني وحده ولا جوج. Pensez-vous qu'une personne solitaire يعني عايش سول peut-être heureuse يعني واش ممكن يكون سعيد في حياته هذا اللي عايش اوغو. يعني السؤال ماشي واش قالك انت تبغي تكون سول ولا لا. قالك هذاك اللي هو سول واش عايش سعيد. يعني انت تبقى في السياق هذا عايش سعيد ولا لا ما يكونش سعيد. يعني الجواب ماشي عنده علاقه بسولك انت. جو سيفي فوت ريبونس على دي زارغومون. وي اتر سول بيرمي ان انديفيدو داتر اوغو ان كيمكنو من الفرد انه يكون اوغو فرحان. كار لا في تو سول اي بلان دو كالم. حيت لا في انك تكون سول بوحدك اي كالم كتمكنك من انك تكون الهدوء اي نو بيرمي ديفيتي وكتمكننا ديفيتي لي بروبليم يعني نتجنبوا المشاكل لو بروي دي زوت الصداع ديال الاخرين يعني مشاكل الصداع ديال الاخرين. اي لو بلوز امبورطون سي دوفينير ليبر سي دو دوفينير ليبر انك تكون حر. Avez-vous le même comportement de Lella Zoubida واش عندك نفس السلوك ديال لالا زوبيده الي غاردي سا يعني على هاد لي سا والاضرحه اللي كتزور واش نفس السلوك ممكن انت ديرو يعني كشخص واش عندك نفس يعني اتجاه هاد السلوك هذا ولا حول هاد السلوك اللي كديرو لالا زوبيده في الزياره ديال هاد لي سا نو وتجاوب نو
car ou là non, je n'ai pas le même comportement de la Zobida à l'égard des saints. Il y a des camarades car la visite des sanctuaires, les sanctuaires, est une sorte d'ignorance, et perte de temps, et d'argent ou flou. L'autre exemple, d'après vous, préférez-vous étudier dans une école, préférez-vous dans une école moderne ou dans une école traditionnelle? Là, يعني بحال تراديسيونيل بحال المسيد اللي قرا فيه لو ناراتور ولا مودرن اللي عصري دابا حنا كنقراو فيها. جوستيفي فوتر افي بار ان ارغومون. بور موا جو بريفير ايتودي دون اون ايكول تراديسيونيل كار لو روتور دو ليكول كورانيك انك ترجع ليكول كورانيك جو ان رول كيلعب واحد الدور اسونسييل اساسي دون لا فورماسيون دو بون سيتويان يعني كيكون واحد المواطن صالح. دونك هذا كل وكتبقى الطريقه ديالو في كيفاش كيشوف داك السؤال.